Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पार नंबर 8 में सूरह अल आराफ और ये इसका पार्ट 5 है जो कि हम आयत 12 से पढ़ना शुरू करेंगे. आप मेरे पीछे एक वर्ड सुन के रिपीट करते जाइए. अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. تمام ورڈز کو ملا کر پڑھیں گے. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه. قال أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته मियर्तीन. तमाम वर्ड्स को मिलाकर पढ़ेंगे. आप सुन के रिपीट करिए. खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मियर्तीन. قال فاهبط. قال فاهبط منها فما يكون لك فما يكون لك أن تتكبر فيها. تمام ورڈز کو ملا کر پڑھیں گی. منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فاخرج إنك فاخرج إنك من الصاغرين. فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ نیو لیسن کو آیت 15 سے پڑھنا شروع کریں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.